أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة القراءة والكتابة. في نهاية الحلقات السابقة تم تكليفكم بالبحث عن كلمات تتضمن حرفي الحاء والخاء في مختلف التموضعات وتكتبوهم في دفاتركم. كنتمنى تكونوا جميع بحثتوا عليها، والآن غادي نشوفوا أمثلة من هاد الكلمات. تفضلي خديجة، قرأي الكلمة اللي كتبتي. حلمون. صحيح، نشوفوها على الشاشة. حلم، فين تموضع فيها حرف الحاء؟ أول كلمة. الآن شوفوا كلمة ثانية مع إلياس. تفضل إلياس، قرأ الكلمة اللي كتبتي. نحلة. صحيح، نشوفها على الشاشة. نحلة، فين تموضع فيها حرف الحاء إلياس؟ في وسط الكلمة. صحيح، في وسط الكلمة. الآن شوفوا كلمة أخرى مع سناء. تفضلي سناء. مفتاح. شوفوها على الشاشة، فين تموضع فيها حرف الحاء؟ آخر كلمة. صحيح، في آخر الكلمة. الآن غادي نقرأو الكلمات اللي بحثتوا عليها اللي كتضمن حرف الحاء. حلم. نحلة. مفتاح. الآن نشوفو كلمات أخرى تتضمن حرف الخاء. تفضلي سلمى، قرأي الكلمة اللي كتبتي. خيام. صحيح، نلاحظوها على الشاشة، فين تموضع فيها حرف الخاء؟ في أول كلمة. صحيح، أول كلمة. الآن شوفوا كلمة أخرى مع ملكة. تفضلي ملكة. خيام. نشوفوا الكلمة على الشاشة، فين تموضع فيها حرف الخاء ملكة؟ وسط الكلمة. وسط الكلمة، صحيح. الآن شوفوا كلمة أخرى مع زهرة. صراخ. صحيح، نلاحظوا على الشاشة، فين تموضع فيها حرف الخاء؟ آخر الكلمة. صحيح، آخر الكلمة. الآن قرأوا الكلمات ورددوا من بعدي. خيام. مخيم. صراخ. صحيح، في هذه الحلقة هذه غادي ندرسوا جوج ديال الحروف جداد اللي كيتشابهوا في الشكل ديالهم. باش تكتشفوا الحرفين غادي نقرأ مجموعة من الكلمات وحاولوا تتعرفوا على الصوت اللي كيتكرر فيها. دراجة. دكان. دفتر. مدن. سجود. غادي نعاود نقرا الكلمات مره اخرى باش تكتشفوا الصوت اللي كيتكرر فيها. دراجه. دكان. دفتر. مدن. سجود. واش عرفتوا الصوت اللي كيتكرر في الكلمات؟ تفضلي سناء. حرف الدال. صحيح، هو صوت حرف الدال. الآن غادي نسمعكم مجموعة من الكلمات تتضمن صوت الحرف الثاني. استمعوا وحاولوا تعرفوا على الصوت اللي كيتكرر فيها. ذرة. ذكر. ذراع. لذيذ. غادي نعاود نقرأ الكلمات مرة أخرى باش تكتشفوا الصوت اللي كيتكرر فيها. ذهب. ذرة. ذكر. ذراع. لذيذ. كنظن عرفتوا الصوت اللي كيتكرر في الكلمات. تفضل إلياس. ذا. صحيح، هو صوت حرف الذال. إذا موضوع درسنا اليوم هما حرفا الدال والذال، وكيف ما كنلاحظوا كاين فرق ما بين الصوتين، بحيث ملي كنبغيو ننطقوا بحرف الذال رأس اللسان كيمس أطراف الأسنان الفوقانيين بهذا الشكل هذا. ذا. عكس حرف الدال ملي كننطقوا به رأس اللسان ما كيوصلش لأطراف الأسنان بهذا الشكل هذا. دا. الآن لاحظوا معايا على الشاشة ورددوا من بعدي. حرفا. الدالي. والذالي. الآن لاحظوا الصورة على الشاشة والعبارات كذلك. شنو كتلاحظوا على الصورة؟ تفضلي خديجة. كنلاحظ مرأة وراجل في الأرض ديال. صحيح، فلاح ومراته في الحقل. غادي نقرأ العبارات باش تكتشفوا الحرفين اللي تعرفنا على الصوت ديالهم من قبل. إدريس. هات البذور لنزرعها في الحقل. حاضر يا سعاد، في الكيس بذور شعير وذرة. غادي نعاود القراءة مرة أخرى باش تكتشفوا الحرفين اللي تعرفنا على الصوت ديالهم من قبل. إدريس. هات البذور لنزرعها في الحقل. حاضر يا سعاد، في الكيس بذور شعير وذرة.
كنظن تعرفتوا على الحرفين اللي شفنا الصوت ديالهم من قبل. تفضلي خديجة. حرف الذال والدال. نعم، هما الحرفان اللي كتلاحظوا على الشاشة الملونان بالأحمر. هذا حرف الدال كيف كنلاحظوا ما عندوش النقطة، وهذا حرف الذال اللي عنده النقطة. الآن غادي نلاحظوا الشكل ديال حرف الدال. حرف الدال هو خط صغير مائل من الأعلى، كنوصلوه حتى السطر ثم كنجروه شوية وكنكملوه بخط صغير. هذا حرف الدال منفصل. أما حرف الدال متصل، يبدأ الحرف بخط صغير من فوق السطر وكنكملوه بنفس الطريقة. وحرف الذال بحالو بحال حرف الدال، ولكن عنده نقطة من الفوق. وبحال جميع الحروف شكل ديالهم كيتغير حسب موقعهم في الكلمة، وهذا الشيء اللي غادي نتعرفوا عليه في هذه الكلمات. لاحظوا الكلمات على الشاشة. الكلمة الأولى دم لجن، رد دم بعدي دم لجن. مرة أخرى دم لجن. مزيان، تبارك الله عليكم. تفضلي سلمى. كلمة دم لجن، هذه الكلمة تتضمن حرف الدال أو حرف الذال؟ حرف الدال. صحيح، وفين تموضع فيها حرف الدال؟ في أول كلمة. صحيح، في أول الكلمة. هنا حرف الدال واش متصل ولا منفصل؟ منفصل. صحيح، تبارك الله عليك. كيف ما كتلاحظوا على الشاشة، حرف الدال مع حركة الضمة ومنفصل. نشوفوا كلمة أخرى. غدير، رددوا من بعدي غدير. مرة أخرى غدير. زهرة، كلمة غدير واش كتضمن حرف الدال أو حرف الذال؟ حرف الدال. صحيح، وفين تموضع فيها حرف الدال؟ وسط الكلمة. صحيح، وسط الكلمة. كيف ما كتلاحظوا على الشاشة، حرف الدال مع الكسرة والمد بالياء. الآن شوفوا كلمة أخرى. آذان، رددوا من بعدي آذان. مرة أخرى آذان. إلياس، كلمة آذان واش هذه الكلمة كتضمن حرف الذال أو حرف الدال؟ حرف الذال. صحيح، تبارك الله عليك. وفين تموضع فيها حرف الذال؟ في وسط الكلمة. صحيح، وسط الكلمة. وكيف ما كتلاحظوا على الشاشة، حرف الذال وسط الكلمة مع الفتحة والمد بالألف. الآن شوفوا كلمة أخرى. كذب، رددوا من بعدي كذب. مرة أخرى كذب. ملكة، كلمة كذب هذه الكلمة واش كتضمن حرف الدال أو حرف الذال؟ حرف الذال. صحيح، حرف الذال. وفين تموضع فيها حرف الذال؟ وسط الكلمة. صحيح، وسط الكلمة. وكيف ما كتلاحظوا على الشاشة، حرف الذال مع الكسرة موصولة بالحرف اللي قبل منه. الآن شوفوا كلمة أخرى. أستاذ، رددوا من بعدي أستاذ. مرة أخرى أستاذ. سناء، كلمة أستاذ هذه الكلمة واش كتضمن حرف الذال أو حرف الذال؟ حرف الذال. صحيح، وفين تموضع فيها حرف الذال؟ آخر كلمة. صحيح، آخر الكلمة. كيف ما كتلاحظوا على الشاشة، حرف الذال آخر الكلمة. هنا سناء حرف الذال واش متصل ولا منفصل؟ منفصل. تبارك الله عليك. حرفي الذال والدال كيف ما لاحظنا، إلا جاء في بداية الكلمة كيكون دائما منفصل، أما إلا جاء في وسط الكلمة أو آخر الكلمة ممكن يكونوا منفصلين ممكن يكونوا متصلين. الآن غادي نقرأوا الكلمات ورددوا من بعدي. دم لجن دم لجن. غدير غدير. آذان آذان. كذب كذب. أستاذ أستاذ. بارك الله عليكم. تعرفنا على صوت ورسم حرفي الدال والذال، وميزنا تموضعاتهم في الكلمة. وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نتعلموا نقرأوا ونكتبوا حرفي الدال والذال مع جميع الحركات وفي مختلف التموضعات. وصلنا لنهاية حصة مادة القراءة والكتابة، وقبل ما نودعكم تنطلب منكم تلاحظوا الكلمات اللي عندكم في الكتاب المقرر في نشاط ألاحظ وأميز باش تميزوا بين حرفي الدال والذال. والآن ننتقلوا لمادة التربية الإسلامية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في هذه الحصة غنتعلموا آيات من سورة جديدة، نرتلوها ونحفظوها ونفهموها. السورة اللي غندرسوا اليوم هي سورة الكافرون، واللي عدد الآيات ديالها 6 ديال الآيات. نستمعوا جميع لهذه القراءة المباركة باش تمكنوا من ترتيلها وحفظها بسهولة. ودابا أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، أنا غنقرأ 3 ديال الآيات الأولين من هذه السورة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. والآن نعاود القراءة، أنتم غترددوا من بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. جيد، انتبهوا لهذه الكلمة اللي عندنا هنايا. هذه الكلمة كنقراوها الكافرون. الكافرون. رددوا معايا الكافرون. لا، رددوا معايا غير الحرف الكا. الكا. مرة أخرى الكا. نعم، أعيدي ملكة. الكا. مزيان. الكافرون. انتبهوا الحرف الراء رو رو. أعيدي سنة. رو. مزيان، قرأي الكلمة كاملة سلمى. الكافرون. نعم. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. جيد، والآن غنعاود نقرأ السورة باش نتدربوا على ترتيل بعض الكلمات والعبارات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. لاحظوا هذه العبارة اللي عندنا على الشاشة كنقراوها يا أيها. شنو الحرف اللي عندنا باللون الأحمر؟ نعم إلياس. الحرف الأحمر هو اللي هو المد اللي مدينا به الياء. نعم جيد، هذا حرف المد اللي مدينا به حرف الياء، والحرف اللي من بعده باللون الأخضر هو حرف إلياس. الألف المهموز. صحيح، وتنقرأوا هذه العبارة بهذه الطريقة هذه يا أيها. كنمدوا حرف الياء 6 حركات، وهذه العلامة تدل على المد، فين ما تشوفوها مع شي حرف نطولوا فيه المد مقدار 6 حركات. رددوا من بعدي يا أيها. يا أيها. جيد، نكمل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لاحظوا معايا هذه الكلمة هذه أو هذه العبارة حتى هي فيها حرف المد من فوقه، هذيك العلامة اللي شفنا من قبل، ومن بعد منه أيضا حرف الألف المهموز، وتنقراوها بمد حرف اللام 6 ديال الحركات، وراه تعرفنا من قبل طريقة كيفاش كنحسبوها. رددوا من بعدي لا أعبد. لا أعبد. جيد، عودة إلياس. لا أعبد. مزيان، وتميم القراءة ولا أنتم. لاحظوا هذه العبارة كيفاش تنطقوها. نعم،
حتى هي تنطقها بمد حرف اللام ست حركات وتنقراوها ولا أنتم. رددوا من بعدي ولا أنتم. جيد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لاحظوا معايا هذه العبارة هذه كيفاش تنطقها؟ نعم تنطقها بمد حرف الميم ستة ديال الحركات وتنقراوها ما أعبد. قرايها خديجة. ما أعبد. جيد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين في هذه الحلقة تعلمنا نرتلو ثلاثة ديال الآيات من سورة الكافرون، وقفنا على عبارات وكلمات يا أيها، لا أعبد، ولا أنتم، وكلمة ما أعبد، باش نقراوها بطريقة صحيحة وسليمة. وكنطلب منكم أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين تحفظوا وترتلوا هذه الآيات في بيوتكم اللي غادي توجدوها في الكتاب المقرر. وصلنا لنهاية حصة مادة التربية الإسلامية، انتقلوا لمادة الحساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية الدرس السابق تم تكليفكم بواجب منزلي، كنتمنى تكونوا انجزتوه. والآن ذكركم بالواجب اللي كان مطلوب منكم، إذا لاحظوا معي على الشاشة وتمموا سلسلة الأعداد بملء الخانات الفارغة بالعدد المناسب. إذا كان المطلوب منكم هو تملؤوا سلسلة الأعداد بالعدد المناسب وتوضعوه في الفراغ اللي عندنا في سلسلة الأعداد. إذا شاهدوا بعض الإنجازات. زهرة تفضل عرضنا الإنجاز ديالك. جيد. ونشوفوا إنجاز آخر إلياس. نعم تبارك الله عليك. والآن نشاهدوا صحيح الواجب على الشاشة. تفضلي سلمى قرأ لي السطر الأول. 57 58 59 60 61 62 63. تبارك الله عليك. ملكة قرأ لي السطر الموالي. 64 65 66 67 68 69 70. جيد. سناء قسطة الأخير، تفضل قرأ لي السطر الأخير. 71 72 73 74 75 76 77. تبارك الله عليكم. والآن نتعرفوا ولا نذكروا الأعداد اللي تعرفنا عليها في الحلقات الفايتة شنو هي؟ إذا بطبيعة الحال هي الوحدات والعشرات، واليوم غنتعرفوا على فئة جديدة من الأعداد وهي المئات. إذا موضوع درسنا اليوم غيكون عندنا هو المئات، الأعداد من 100 إلى 499. إذا انتبهوا معي على الشاشة. إذا كما كتلاحظوا هنا عندي مجموعة من الأعداد واللي هي كتنتمي إلى فئة المئات. إذا قرأوا وردوا من بعدي. 100 100 200 200 300 300 400 400. إلياس لاحظ معايا هاد الأعداد هادي واللي هي كما قلت فئات المئات، شحال من رقم كتكون منه؟ ثلاثة ديال الأرقام. جيد. إذن ثلاثة ديال الأرقام. إذن المئات هي كل الأعداد اللي كتكون ثلاثة ديال الأرقام، الوحدات والعشرات والمئات. إذن لاحظوا معايا العبارة اللي على الشاشة غنقراها وردوا من بعدي. المئات المئات هي هي كل عدد كل عدد يتكون يتكون من ثلاثة أرقام من ثلاثة أرقام، الوحدات الوحدات والعشرات والعشرات والمئات والمئات. جيد. إذا انتقلوا نشوفوا
أعداد أخرى واللي هي أيضا كتنتمي إلى فئة المئات. إذا قرأوا ردوا من بعدي. 201 201 202 202 203 203 204 204 205 205 انتقلوا السطر الموالي. 410 410 420 420 430 430 440 440 450 450 جيد. إذا سلمى تفضل قرأ لي السطر الأول. 201 202 203 204 205 جيد. إذا زهراء تفضل قرأ لي السطر الموالي. 410 420 430 440 450 تبارك الله عليكم. إذا الآن غنتقلوا للتمييز ما بين الوحدات والعشرات والمئات. إذا كما كتلاحظوا معايا هنا عندي مجموعة من الأعداد واللي هي كتنتمي إلى فئة المئات. إذا نقرأ العدد الأول عندي 186 العدد الموالي 297 والعدد الثالث عندي 368 وكما كتلاحظوا هنا عندي جدول مقسم الأربعة ديال الخانات، خانة الأعداد، خانة الوحدات، وخانة العشرات، وخانة المئات. إذا المطلوب هنا هو نحددوا رقم الوحدات والعشرات ديال كل عدد. كما كتلاحظوا المثال الأول اللي هو 186 عندنا منجز. إذا نقرأ لكم العدد 186 رقم الوحدات ديالو هو 6 ورقم العشرات هو 8 ورقم المئات هو 1. زهرة تفضل قرأ لي العدد الثاني. 297 جيد. خديجة إذا نحدد لي رقم الوحدات ديال هذا العدد. رقم الوحدات هو 7. مزيان. وغنوضعوا رقم 7 في خانة الوحدات. وشنو هو رقم العشرات خديجة؟ رقم العشرات هو 9. هو 9 ونحطوه في خانة العشرات. سناء شنو هو رقم المئات؟ هو 2. هو 2 فعلا وغنحطوه في خانة المئات. العدد الموالي تفضل سناء قرا لي العدد الموالي والاخير. 368 368 نعم الياس. وشنو هي الارقام اللي غنحطو في الخانة بثلاثة؟ رقم 8 رقم الواحد، رقم 8 في الوحدات. نعم. رقم 6 العشرات. نعم. رقم 3 المئات. صحيح. اذا نحطوا العدد رقم الوحدات اللي هو 8 في خانة الوحدات ونحطوا رقم 6 في خانة العشرات وبقى لنا رقم المئات اللي هو 3 ونحطوه في الخانة ديال المئات. وكنقراو 368 رقم وحداته هو 8 ورقم عشراته هو 6 ورقم مئاته هو 3. إلى هنا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين كنوا وصلنا لنهاية الحصة ديالنا من مادة الحساب. كنطلب منكم تزيدوا تدربوا على قراءة وكتابة الأعداد من 100 إلى 499 على الألواح وكذلك على دفتر التطبيقات المنزلي. وكنذكركم بأنه يمكن لكم تعودوا تشاهدوا بث هذه الحلقة هذه على قناة السادسة أو بواسطة الإنترنت على الرابطين اللي كيظهروا أمامكم على الشاشة. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله.